السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتم أول مرة تشاهدوا القناة ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، زر الأسود اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال موديلات القفطان المغربي. اليوم جبت لكم آخر ما كاين في القفطان أو التكشيطة المغربية، يعني موديلات في حلة جديدة. كاين مجموعة من الموديلات ديال التكشيطة، كاين توب ديال التليجة، كاين توب ديال الصاريد. آخر ما كاين في الموضة المغربية لهاد السنة هذه. كنتمنى إن شاء الله هاد التشكيلات تنال الإعجاب ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو كيف العادة ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الإعجاب زر لايك، باش نبقى إن شاء الله دائما نشارك معكم آخر الموديلات ديال القفطان المغربي. للإشارة في هاد الموديلات للاستفادة والتعرف على آخر ما كاين في الموضة المغربية لهذا السنة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. يا ليل لا وصلت.
على النار.